كل واحد فيكم يقدر يدير اسقاط على نفسه كل صراحه اسقاط على نفسه ما يقوليش النتيجه ولكن يقولها لنفسه ها اذا هذه الخصائص تتوفر فيه يعني كان الحمد لله اذا هو راه في الطريق الصحيح اذا ما لقاش بعض هذه الخصائص يحاول الانسان انه كان يوم ثري بزاف معلومات تعلمنا بزاف حوايج من عند الأستاذة ليلى ومن بعد من عند الأستاذ محمد كانوا ناس في القمة ما بخلوناش كان جو حماسي في المجموعة ضحكنا تعلمنا طبقنا وكانوا بزاف حوايج ما كنتش نعرفهم وتعلمتهم اليوم يعني حصة كانت في المستوى وكانت ما شاء الله بخصوص التدريب الصوتي الإلقاء تضخيم الارتفاع الصوت انخفاضه وأمور جد 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 جميلة هذه الورشة قدمت لنا أساليب الإلقاء الصوتي كيف تتحكم في صوتك كيف يمكنك أن تصنع من صوتك فنا هو كما قال أستاذنا فن الكلام يعني يمكنك من خلال هذه الورشة ومن خلال هذا العلم أن تجعل من صوتك أداة في مسارك الإعلامي لكن بصفة عامة أنت لما تتحدث في الإذاعة وفي التلفزيون أنت تتحدث لجمهور إذا تحدث لشخص ما إذا الإنسان لازم يكون عنده ذوق فني لأنه هذا المجال هو مجال فني أن أصبح إعلامية وأن أستضيف هذه الوجوه الجميلة وهؤلاء الناس الطيبين وأن أرد الجميل الذي على كاهلي إن شاء الله بعد الورشة هذه الواحد يتعلم ويقدر يطور من نفسه ويطور من إمكانياته ويستغل شيء اللي يتعلمه في سواء في مجال الإعلام ولا مجالات أخرى يعني الشيء اللي أنا نتعلمه فيه هنا يفيد الواحد في جميع مجالات حياته العملية يعني